نستهل النشر بالمتابعة المحلية. تسببت الأمطار التي هطلت مساء يوم الأمس بغزارة في عدد من معتمديات جهة قفصة في انقطاع حركة الجولان في عدد من الطرقات، وهي الطريقة الوطنية رقم 3 في جزئها الرابط بين قفصة المتلوي، الطريقة الجهوية رقم 201 في جزئها الرابط بين أم العرايس قفصة، الطريقة الجهوية 122 الرابطة بين معتمديتي المتلوي وأم العرايس، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني.